نشوف بقى مع بعض ازاي نكتب مجموعة من الاعداد متسلسلة متسلسلة. مثلا انا عايز ابدأ من الواحد وانتهي عند الاربعة، وبين كل رقم والتاني واحد ممكن، طب بين كل رقم والتاني نص ممكن، طب عايز امشي سلسلة وانقص بيها، مثلا عايز اخد من 100 لغاية 50 وانقص، اقول مثلا من 100 الستيب بتاعي مثلا 5 السالب وبعدين اروح لغاية 50. طب نشوف كل دوت مع بعضينا. اول حاجة لو عندي عايز اكتب الجي بتساوي من 1 لغاية 4 يديني ايه؟ من 1 2 3 4. بس خلي بالنا انا حطيت سيمي كولون مش هيرد عليا، نخلي بالنا من دي قوي يعني. طيب عندي لو عايز اخليه يعمل ستيب، اروح جاي هنا واكتب مثلا عايز اكتب من 1 لغاية 8 والستيب 2، يبقى كده كتبت الستيب كده ايه، شيل الاربعة دي اهو ب8 يديني اهو 1 3 5 7. طب نفترض ان انا عايز بدل ما هما طالعين لي صف كده اخليهم يطلعوا زي العمود، ازاي؟ هقول له جي اوف وحط له كولون جوه يطلع لي عمود، بس حط لي في انصر، خلي بالك عشان ما حطيتش جي في متغير، يعني اللي انا جبتها فوق دي ما كنتش حاطها في متغير. طب افرض عايز اجيب اعلى قيمه في الجي، هقول له ماكس ماكس اوف، ممكن احط متغير هنا، تعالى نكتب متغير عشان ما يبقاش ايه كله زي بعضه، كي مثلا بيساوي ماكس ماكس اوف الجي، المفروض دي 7 صح ولا لا؟ طب في حاجة صح قبل ما نتكلم هنا، عندي هنا لاحظ ان هنا كان اخر رقم 8 المفروض يطلع لنا 8. طب نشوف كده، هو مشي مع الواحد، 1 زائد 2 ب3، 3 زائد 2 5، 5 زائد 2 7، 7 زائد 2 9 مش موجودة عنده. يبقى لاحظنا ان 9 مش موجودة فين؟ في السلسلة اللي انا حاططها لكن 8، لكن 8 مش تظهر لان 7 و2 مش 8. طب تعالى نشوف بقى، نرجع لكنا بنعمله، طبعا الماكس بكام؟ ب7. ممكن اجيب المينيموم، ممكن اقل القيمة اللي هي كام هنا، الزيرو من شوف الزيرو الواحد، الواحد اقل قيمة، معلش يعني انا كنت فاكر الكاتب اولها زيرو. طب افرض بقى انا عايز العنصر التالت في الجي زي ما جبت مينيمو او ماكس عادي خالص، لو قلت له ام بيساوي جي اوف 3، بص كده يبقى ايه 5. هل كان صح 5؟ تعالى كده يا عم نستدعي الجي ونشوف، يعني احنا مش خسرانين حاجة فعلا اهو 5 برضك. لو عايز العنصر الاول العنصر التاني، طب افرض جيت قلت له عايز العنصر الخامس هيجيبه لي؟ شيل كده حط ايه 5، انا عمال امسح كله، عايزين جي اوف 5، شوف كده النتيجة يقول لك الاندكس يعني مش يعني اللي انت كاتبه دوت زيادة عن الفيكتور اللي موجود عندك او عن الماتريكس دايمنشن اللي موجود عندك، يعني المفروض دوت الماتريكس دي الماتريكس دي زي ما نعرف بعدين هو فيكتور، بس مقاسه كام او السايز بتاعه كام؟ سطر في 4 اعمدة. طبعا انا طالب منه رقم في العمود الخامس، ماشي مفيش عمود خامس، يعني خلي بالنا برضك ان لما اطلب حاجة لازم تكون موجودة عندي. طب هل في طريقة تانية لطريقة اللي كتابة الأعداد كده برضك؟ يعني أنا عايز أعمل مثلا أعداد بقى بمزاجي، مش لازم بينهم ستيب، مش لازم بينهم الواحد، عايز أكتب أي أرقام، عايز أي رقم في جه في بالي عايز أكتبه. فنقول مثلا عندي، هنقول دي الجديد ده اسمه اتش بيساوي، هنفتح قوس مربع، هحط بقى الأرقام اللي أنا عايزها كلها، 7 5 كلهم مفيش بينهم علاقات أو أرقام قريبة، ماشي؟ حط قوس مربع، بص هيديهم لي زي القديمة برضك الماكس وكده والمينيموم، شوف كده ماكس ماكس اوف ايه اوف جي اوف اتش اديني كام 9، مينيموم هيديني 7، لا مينيموم هيديني كام، لا مش هيديني 7 هنا هيديني 5، نجرب مش خسرانين، مينيموم اوف اتش كام
5 برضك. عايز العنصر التالت، عايز العنصر التاني، عادي خالص بنفس الطريقة كنا اشتغلنا بيها قبل كده مع الجي. طب هل ممكن مع اللي انا كتبته دوت اطلب منه يجيب لي مثلا الابسوليوت فاليو؟ طب نشوف كده. عندي الفي بيساوي ابس زي ما خدناه قبل كده في الجزء الكومبلكس، ابس اوف اتش، يبقى بيتعامل مع المصفوفه كانها رقم عادي خالص، ماشي جاب لك ابس. طب انا كنت يعني لو بنش قيمه ابس قوي، لو كنت خليتهم يعني لو كنت حطيت ديت مثلا فيها سالب هدان. تعالى كده نجيب الابسوليوت، بص شايل السالب بتاع الكام بتاع 9. ممكن برضك ادخل نفس الطريقه فيكتور، وده بنسميه فيكتور، بس في مثلا ارقام كومبلكس، نقول مثلا الاي اي كابيتال بيساوي نفتح قوس مربع ونحط الارقام اللي هي 3 سالب 9، 3 سالب 9، بعدين هنحط رقم كومبلكس سالب 6 5 اي، مسافة بقى 5 سالب 4 اي، 5 ناقص 4 اي كده بقى، يبقى ايه السالب، 6 5 اي ده رقم على بعضه بس كله، يبقى الريال هنا بزيرو، لكن الرقم اللي بعده 5 ناقص 4 اي ده كله رقم ريال وايماجينري مع بعضيهم. بعدين خدنا مسافة 4 زائد 7 اي، 4 زائد 7 اي برضك ده رقم على بعضه، سالب كام 3، ونقفل القوس المربع يديني النتيجة اهيت. ممكن بقى اجيب له بقى ايه الابسوليوت الانجل، عايز عندي هنا في شوية حاجات كومبلكس ممكن اجيب انجل. وبص هنا كمان كاتب لك الرقم ده ما كانش ليه رقم ريال، كتبه له زيرو، الريال بتاعه بزيرو. تعال نشوف كده، طيب نجيب الانجل، طبعا الابسوليوت ممكن نعملها مش مشكلة، ممكن تعملها انت. هنجيب الانجل ان بتساوي انجل، انجل اوف اي، ينفع انا عملت ده؟ شوف كده، ها الاي ديت مش اللي انا كاتبها، انا كاتب اي كابيتال، خلي بالنا كاتب اي كابيتال اهي بس كده. شوف ايه، يبقى شفنا جاب ايه، جاب الزوايا، بس نخلي بالنا ان الزوايا ديت مش بالديجري، امال بايه، بالراديان. عايزين نحاول، هنضرب كل ده الان نضربها في 180 على باي عشان يطلع لي الستين او الديجري او الديجري يعني. تعالوا بقى نشوف ايه الجزئية بتاعت الزوايا الراديان، هنعرفها قوي بقى من هنا اللي احنا هنتعامل مع الدوال المثلثية، ماشي. فمثلا انا عايز اجيب ساين للتلاتين، المفروض كلنا عارفين بتطلع بكام، نشوف اي بتساوي ساين 30، بس نخلي بالنا ان هي ما بتجيبش الساين غير اللي بين القوسين اللي بعديها بس. طلع كام؟ المفروض تطلع نص، صح؟ امال ايه اللي حصل؟ ده راديان. طب ايه اللي اصلح ازاي؟ ابقى ادخل له الزاويه راديان، اضرب في باي على 180، باي على 180، شوف بقى النتيجه، نطلع النص بتاعنا اللي كنا عايزينه. طب نشوف كده، كوزين الستين، كوزين الستين يطلع بكام؟ المفروض اللي احنا عارفينه مش هو دوت، امال اللي عارفينه ايه؟ نكتبه كده نشوف، نضرب في باي على 180، باي على 180، المفروض يطلع بردك نص. شوف كده طلع معايا النص.
يبقى لازم ادخله الزاوية. لو كنت مثلا عايز ادخل 30 وعايز اجيب اجيبها بالديجري، يعني هي مدخل زاوية ديجري، اضرب الزاوية الديجري ديت في ايه، في الباي على 180 عشان احولها الراديان واقدر اجيب القيمة اللي انا عايزها. طيب ممكن اجيب مثلا ساين ماينس 1، ممكن، بس هنا خلي بالنا ان الدوال ماينس 1 بتحط قبليها ايه، يعني مثلا كوزاين ماينس 1 تبقى ايه كوزاين. فهنشوف اول حاجة الساين، عايزين دي بيساوي ايه ساين، يعني ساين ماينس 1 لرقم وليكن البوينت 5 بتاعي. ها المفروض يدي ايه هنا؟ هو كان المفروض يديني 30، بس هو ما ادينيش 30، انا مش ضارب في الرقم اللي يحول لي الكلام دوت، بدل ما يطلع لي بالراديان يطلع لي بالديجري. طب تعالى نجرب كده، نضرب في، خلي بالك ان هضرب كده الساين ماينس 1 النص كلها، مش هضرب الزاويه، مش هضرب، يعني مش هضرب الرقم اللي جوه اللي جوه القوسين، لان ساين ماينس 1 النص دي كلها على بعضها زاويه. هضرب في كام؟ في 180 على باي، 180 على باي. شوف النتيجة اهو، 30 اللي كنا حسبنا عليها. طيب انا هعمل دلوقتي برنامج كده بسيط هيبين لنا الفرق بين الاتنين، وهرسم رسمة دي ورسمة دي. طبعا اوامر الرسم ما نستعجلش، انا هعرفها بعدين او قدام شوية. اكتب اول حاجة فترة زمنية اللي هي التي بتساوي، تي بتساوي من زيرو الستيب باي على 100، وبعدين يوصل لغاية 2 في باي، 2 في باي. بعدين هقول له هات لي الساين، ساين تي واي بيساوي ساين اوف تي سيمي كولون برضك عشان ما يجاوبش عليها على طول. بعد كده هكتب اوامر الرسم، ملناش دعوه بقى دلوقتي. شوف كده الرسمة دي عاملة ازاي، الساين الحلوة بتاعتنا ايه، الساين ويف. طيب نشوف التانية بقى، لما نحط بدل الباي دي نحط له 180، هنقول ام بيساوي من صفر لحد 180 على 100، 180 على 100 لغاية 360 اللي هي 180 في 2. بعد كده اقول له هات لي واي واحد بتساوي ساين ساين التي، حط سيمي كولون. بعد كده اقول له امر سبلوت دوت، بس هنستخدم رقم 2. وبعد كده هنعمل له بلوت بس بين التي والواي واحد، شوف النتيجة. بص هنا رسم الاتنين، بس هنا اكيد في غلطة لانه ما ينفعش يرسم الاتنين. الغلطة هنا فين؟ بص ان انا راسم الواي واحد مع التي برضك، لكن مش عايز ارسمها مع التي، انا عايز ارسمها مع الام. مش مشكلة كلنا بنغلط، هنصلحها
يبقى لازم نكتب من الاول تاني، ودي من عيوب الورك سبيس على فكرة. انا بقعد اكتب الاوامر من اول وجديد عشان اصلح فيها، لكن هاخد بعد كده الام فايل اريح من ده كله. تكتب البرنامج وتنفذ، غلط ترجع تصلح. بسليك بس عبال ما ايه اكتب البرنامج، وبعدين طبعا ما بكتبش حاجة انا عن طريق الكيبورد كله او عن طريق الاسهم. شوف الرسمة اهو، بص بقى ده الصح. شايف المنظر لما دخل له 180 ويعتبر ان هي راديان واشتغل عليها ملوش دعوة. كان بص هنا لما دخلت له بالراديان وطلع لي الرسمة بالظبط كأني برسم في العادي مدخل زاوية بالديجري. يبقى ده برضك توضيح للفرق بين الاتنين. طب دلوقتي انا شفت شكل الساين كتبت ازاي والساين ماينس 1. طب بقيت الدوال دي بتتكتب ازاي؟ يعني عندي الدوال المثلثيه العاديه وعندي الدوال المثلثيه اللي هي الهايبربوليك، كل ده بيتكتب ازاي؟ امر سهل جدا، هيلب دي اتعلمها. كل ما ابقى مزنوق في حاجه اكتب هيلب كذا، يقول لي بتتكتب ازاي وبتعمل ازاي وبتعمل ايه. هيلب مثلا الفن، لو كتبت له ساين هيقول لي الساين بتعمل كذا. جرب انت الساين. طبعا الامر اللي بكتبه دوت بيظهر لي الايه بعض الايه اللوائح، يعني بتاع لائحه رياضيه، لائحه فيها الدوال الرياضيه الاوليه. ال فان اتفرج بقى يا عم، شوف عندي اهو ساين وساينش والساين والساينش، كوزاين كوسيش اكوزاين اكوسيش، كله موجود اهوت ومكتوب اسمه قدامه. تعالى هنا بقى مدين اكسبوننشال، الاكسبوننشال اهي، وعندي دالين، وعندي دوت اللوج بتاع العشرة العادي بتاعنا، وعندي هنا الحاجات على الكومبلكس شرحناها، ودي حاجات في التقريب هنشرحها دلوقتي. يبقى شايفين ان العملية سهلة جدا، يعني لو انا اتزنقت في حاجة ممكن اطلع من البرنامج واقول لي بتعمل ازاي. طب في برضك بعض الحاجات التانية، يعني ممكن تعمل هيلب على حاجات تانية، زي مثلا هيلب بدل ما اكتب الفن اكتب المات. انا حاجات عن الماتريكس مات، ماشي اهو شوية حاجات عن الماتريكس كلها. برضك ممكن اكتب هيلب بس ايه S B E C F U N. اداني بعضك شوية ايه دوال رياضية بس بتبقى يعني ايه متقدمة شوية. يبقى انا لو مزنوق في حاجة اكتب ايه هيلب واشوف بيقول لي ايه في الهيلب. نعمل بقى CLC، المفروض نكون خلاص يعني حاجة بقت سهلة جدا. بس كده نشوف بقى حتة الايه التقريب. عندي اربع اوامر، ثلاثة من نوع واحد من نوع تاني. ازاي؟ اول واحد هنشوفه مع بعضينا ونعرف يعني ايه الفرق بينهم. اول واحد امر فيكس، لو انا عندي مثلا رقم وليكن اسمه واي بيساوي 89.67 67، جيت قلت له اعمل لي فيكس للرقم دوت. فيكس طبعا ممكن احط متغير مش مشكلة، يعني فيكس انا احط متغير بيساوي فيكس اوف الواي. قبل ما ادوس انتر الفيكس بيعمل ايه؟ الفيكس ده بيجيب لي ان الرقم ناحية الصفر. هو اول تلات اوامر هقولهم ملهمش دعوة باللي بعد العلامة، يعني 89 ملهاش دعوة بال67 دي خالص. انهي اقرب للصفر، 89 ولا 90؟ 89، فلازم يديني النتيجة هنا 89. طيب اقول له على امر تاني اسمه فلور، فلور يعني ناحية الارض، فلور ناحية الارض اوف
واي. طب يعني ايه ناحية الارض؟ يعني ناحية السالب ما لا نهاية. يعني ممكن نمثلها ايه؟ ارض وفي الارض اللي هي السالب ما لا نهاية، والسقف الموجب ما لا نهاية، وفي النص بحط الفيكس بتاعي. بعد كده هنعرف التقريب العادي بتاعنا بتاع الآلة الحاسبة العادي، هنعرفه بعدين. فلور اوف واي، شوف كده قرب لي من السالب ما لا نهاية. يبقى ده بيقرب من السالب ما لا نهاية. أنهي أقرب السالب ما لا نهاية، 90 ولا 89؟ 89 ملوش دعوة باللي بعد العلامة. طب نحط أمر تاني اسمه السقف، سل. نشوف كده اوف واي. بص هيجيب لك ايه المفروض هنا بقى، ايه بقرب من موجب ما لا نهاية. أنهي أقرب من موجب ما لا نهاية، 89 ولا 90؟ 90، وداني 90. ناخد بقى الامر اللي بيقرب لاقرب رقم صحيح، وده اللي مختلف عنهم اللي احنا بنتعامل معاه كلنا. لو في خمسة فما فوق بعد العلامة الرقم يزيد واحد، اقل من الخمسة الرقم يفضل زي ما هو. فلو قلت له راوند، هو الامر دوت يعني راوند، راوند اوف الواي. شوف كده النتيجة 90، لان الستة اكبر من خمسة. طب تيجي ندخل كده رقم يعني بعد العلامة أقل من خمسة، وليكن مثلا إكس بتساوي، نخليه واي، خليه واي عشان نحرك الأوامر تيجي بسرعة. واي بتساوي 8.9 برضك، 8.9 بوينت، خليها كام؟ 2.2 أو 2.3، 2.3. وأقول له بقى على كل الأوامر، أول حاجة أجيب له الفيكس، تيجي نحط جوه متغير عشان بس نبقى ايه عرفنا ان هو ما فيش اي مشكلة، ونحط جوه متغير. اقول لك ان الجي بيساوي 89 برضك، هي نفس النظام، 89 قريبة من الصفر، من 90، غير 90 يعني. طيب لو قلت له كمان هات لي الفلور، اهي 89 هي الاقرب للسالب ما لا نهاية، السل هيديني 90 لان هي الاقرب، ملوش دعوه بعد العلامه في ايه، اقرب للموجب من النهايه هو اللي يطلعها لي 90. بعد كده عندي الراوند بقى، ها المفروض ده بقى تطلع كام؟ مش 90، 89، يعني غير اللي فوق ديت. شوف كده اهو 89. طب نشوف بقى حته اكسبوننشال كده ولوغاريتمات ولين والكلام دوت. لو مثلا عايز اجيب لوغاريتم 23، نجيبها ازاي؟ اللوغاريتم العادي بتاعنا اللي هو لوغاريتم الاساس 10، البيز بتاعه 10، اكتبه ازاي؟ اكتب لوج ال او جي بين قوسين، لا مش هينفع بين قوسين بقى، لازم احط الاساس الاول اللي هو 10، وبعدين احط الايه 23 لوج 10. هو ده اداني الرقم. طيب حط كده، عايزين نجيب طب اللين، بس انا كده نرفع رقم نشوف بس الاي. طيب نشوف الاي اللي هي الاكسبوننشال، لو عايز اجيب اي اس سالب 2.5، اي اس سالب 2.5 هتكتب اكسبوننشال اوف سالب 2.5 قوس. لو عايز اجيب اللين للرقم دوت اللي هو يطلع لي كام؟ سالب 2.5، اكتب اللين بقى، مكتبش لين، اسمه لوج بس من غير العشرة، واكتب له هنا انسر عشان ايه هو ده المتغير اللي موجود فيه النتيجة، يطلع كام؟ سالب 2.5. طب لو عايز ارفع يعني دي حاجة نسيت اتكلم عليها في الاول اللي هي الاسس، حاجة اس حاجة نجيبها ازاي؟ عندي مثلا 6.3 أس 1.8، 6.3 الأس شيفت 6 كام؟ ال 1.8، 1.8. نشوف النتيجة. طب تيجي كده نشوف حاجة على البردك الأسس ديت، ومثلا دي بتساوي سكوير روت، زي ما عرفنا بكده سكوير روت دي خلاص عرفناها اللي هي ايه الجذر التربيعي. ناخد 3 تربيع زائد
الكام؟ ناخد الخمسة تربيع، خمسة تربيع، خمسة تربيع، نشوف النتيجة. يبقى ربع التلاتة وجمعها تسعة، ومع الخمسة ربعها اللي هي 25، 25 و9، وجاب لهم الجذر الايه التربيعي. يبقى احنا شفنا كده بعض الايه بعض الامثلة المهمة او البيانات، بعض الخصائص يعني. نمسح الشاشة.